دولة بلا رئيس تستقبل بسودو رئيس بلا دولة. احنا دولة بلا رئيس. ثم السيادة الديمقراطية شنو كنت نفسر لك انا في السيادة الديمقراطية؟ ماكش تفهميها ما ذقتيهاش. احنا راهو قيس سعيد ولا غيره، فهمت؟ اللي قبله واللي جايين راهم رؤساء منتخبين، راه ما ورثوهاش على باباهم، فهمتي كيفاش؟ بتعرفيهاش انت باش نقدر نفسر لك انا نحكي لك على الصباح على الديمقراطية؟ ماكش باش تفهميني وماكش باش وماكش ما ذقتيهاش في حياتك، ما تعرفيهاش صاحبتي باش نفسرها لك. انت مركزين بليتو معانا الناس الكل، قال لك اه تبون استدعى ماكرون او ميم طون الاخر استدعى، فهمت؟ البوليساري ومتفاهمين علينا. علاش متفاهمين عليكم؟ انتوما عطيتوا الصبع الوسطاني للعالم العربي الكل وطبعتوا مع اسرائيل، حتى حد صاحبي ما حكى معاكم، حتى حد ما كلمكم، حتى حد ما دار بيكم. قلتوا عنا مصالح دولية مع اسرائيل، يا خويا دبروا اموركم. برك انا احنا سكرنا الدنيا نتاعنا من فوق، طب ونسكر الدنيا نتاعو صاحبي ودبر راسك مع اسرائيل. دورنا بيكم، جينا نحنا استدعينا البوليساري ولا تبون استدعى ماكرون، صاي درتوا علينا او ميم طون. قول يعني متفاهمين، متفاهمين عليكم. اي ومن بعد احنا مصالحنا مع الجزائر ومع البوليساري ومع اللي تحب انت عليه في راسك والجزائر، وكذلك مصالحكم مع اسرائيل، اقضيوا مصالحكم مع اسرائيل، شن دخلكم في يومنا انتوما؟ احنا يا صاحبتي ما نبوسوش يدين، راهو فرخ عمره 6 سنين، فهمت ولا؟ احنا كي نهزوا صبع ونقولوا للرئيس ديجاجي ديجاجي على روحه، ما يحكيش معانا حتى كلمه، ما يحكي معانا حتى كلمه. تحيا تونس ويحيا قيس سعيد، وتحيا الجزائر وتحيا فلسطين وتحيا ليبيا. فهمتيها ولا؟ هاي شدوا اموركم.